بص انا مش هكدب عليك، انا قاعد بتفرج على ماتش السنغال وانا مش طايقهم اصلا، بس بما يرضي الله كده السنغال اتخطف منها الماتش بعد اداء متماسك جدا. اما على الجانب الاخر بقى فايران اتخطفت خطف متعمد غير خطف السنغال خالص. كور واحد اتنين، يا الحسن يا الحسين، ثلاثة بالله العظيم ما جاينا تاني، أربعة صحبتنا حلوة مربعة، الخمسة عدد صوابع الكف، الست ست شوف فتح. في الوقت اللي الناس بتتفرج على المونديال بنوع من الاستمتاع، احنا كمصريين بيجي علينا النهارده مع اتنين مش طايقينهم، كارلوس كيروش مع المنتخب الايراني اللي خسر خساره مدويه، ماتش كان كارثي من المنتخب الايراني وشال سته، والسنغال اللي قدم مباراه قويه جدا ومتماسكه امام هولندا، جت عليه الدقايق الاخيره واتخطف منه الماتش واتخطفت الثلاث نقاط الاولى، ويلز بيتعادل مع امريكا على الشوط الاول ضعيف من منتخب ويلز، في الشوط الثاني بيقدروا يتعادلوا مع المنتخب الامريكي. يلا بينا دلوقتي نتكلم بالتفصيل عن الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا في اليوم الثاني من المونديال، بس قبل نبدا كلامنا خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه عشان تستمتع بكاس العالم كاملا معايا، ولايك للفيديو وتعالى ندخل في التفاصيل. خلينا نبدا من ماتش هولندا والسنغال. منتخب السنغال لعب مباراه قويه، قدم مباراه متوازنه وقدم مباراه متماسكه جدا في الناحيه الدفاعيه امام المنتخب الهولندي اللي كان نايم طوال المباراه، جه في الاخر فاق في اخر 10 دقايق وخطف المباراه بهدفين. في الشوط الاول منتخب السنغال كان متوازن جدا، كان بيعمل هجمات وبيحاول ان هو يوصل لمرمى المنتخب الهولندي، كان بيقدر يوصل ولكن الفينش بتاع الهجمه او ما قبل الفينش كانش بيتم بالشكل الصح. على الجانب الاخر المنتخب الهولندي حاول كتير جدا وحاول ان هو يبني لعب قدام منتخب السنغال، ولكن زي ما قلت لك ان المنتخب السنغالي كان متماسك جدا امام المنتخب الهولندي. من الاخر كده الشوط الاول كان مليان بنديه، المنتخبين كان مستواهم متقارب جدا في ارضيه الملعب. في الشوط الثاني بقى ابتدى الاستحواذ والامتلاك الكره من المنتخب الهولندي، وابتدى التراجع من المنتخب السنغالي، ومع التراجع ده كان في بعض الهجمات المرتده اللي كان بيلعب عليها المنتخب السنغالي في الشوط الثاني، وكان بيحاول ان هو يستغلها ويسجل منها هدف قدام المنتخب الهولندي. استحواذ من المنتخب الهولندي وهجمات مرتده من المنتخب السنغالي، فضل الكلام ده لحد اللحظات الاخيره من المباراه. بعد الدقيقه 80 بقى المنتخب الهولندي بيفوق وبيصحى من النوم، عرضية بتتلعب من خارج منطقة الجزاء وخروج خاطئ جدا من مندي، خرج من المرمى بلا فايدة واللاعب كاجو لمس الكرة براسه واسكنها الشباك، حط الهدف الأول للمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي بقى قال لك أنا ما اطمنش للأفارقة. في آخر دقايق المباراة لاعب كليسن بيأمن النتيجة وبيسجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. بعد مباراة متماسكة جدا ومتوازنة من المنتخب السنغالي اتخطف منه المباراة واتخطفت منه الثلاث نقاط الأولى. هل بقى في المباريات القادمة المنتخب السنغالي يقدر إن هو يحسم أمر الصعود للدور ال 16 ولا هيروح بدري بدري من دور المجموعات؟ ده هنشوفه مع بعض خلال الماتشين اللي جايين للمنتخب السنغالي في دور المجموعات. طيب ده ماتش السنغال وهولندا، ندخل بقى على ماتش انجلترا وايران. انجلترا اكتسح المنتخب الايراني بسداسيه، خلينا اقول لك ان لاعبي المنتخب الايراني نازلين الملعب وهم بيحاربوا السلطات بتاعتهم. انت كلاعب واقف اثناء النشيد الوطني بتاعك وما قلتش النشيد الوطني، قول لي بقى هتبدا المباراه ازاي وهتكون مركز في ارضيه الملعب؟ اكيد طبعا كل تركيزك وكل تفكيرك رحت تجاه العقوبات اللي مستنياك. لاعبي ايران هزموا نفسهم بنفسهم، بس ده ما يمنعش ان المنتخب الانجليزي قدم مباراه شرسه من ناحيه الهجوم، نزل بقوه هجوميه جباره ومنظمه ورائعه جدا، اكتساح بالسداسيه وشراسه هجوميه ما كنتش متوقع ان المنتخب الانجليزي يبدا بيها كاس العالم، ولكن بدا بشراسه وبدا بحصيله تهديفيه هتخلي كل اللي جاي يترعب من المنتخب الانجليزي وهجومه. سداسيه قادها هاري كين وراشفورد ورحيم ستيرنج وساكا. السداسيه دي بقى منتخب انجلترا بياخد اول ثلاث نقاط في كاس العالم قطر 2022. عايزك بقى تفضل في الملعب دايما مع ملعب فتحي، واوعى تضيع المتعه والاثاره في كاس العالم، واوعى تضيع الجواز والمسابقات اللي مجهزها لك طوال البطوله. خليك في الملعب مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو وشير كل اصحابك. دمتم في امان الله.